اعلموا يا عباد الله أن اليتيم إذا بكى ناشدت دموعه العرش، اهتز لها العرش، وقال المليك من فوق العرش: من الذي أبكى من غيبت أباه تحت التراب؟ عايزة تلاقي البيت فيه بركة، عايزة عمر جوزك يطول، سيبيه يروح لأم. أمه وحشة بتظلمني، خليه هو يروح لها، خليه يكرمها، خليه يكرم جيرانه، ساعديه يكرم المساكين، والله ما خدوا حاجة منك، ده عطولك، لأن الذي سيتلقف منه الطبق الذي فيه الحلوى اللي داخل بيه على أمه ليدخل عليها الفرحة، هذا سيعود أطنانا من الأنوار عليك سعادات وعلى أولادك عوافي. لعل غدا تحتاجين إلى هذا المشهد مع بنيك، لعل بكرة تكبري وتاخد ابنك واحدة تقول له ما تروحش لأمك، ساعتها ستتذوقي مرارة ما فعلت. واعلمي يا أختاه أنه ما نقص مال من صدقة، من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يا جماعة الخبراء علم النفس يقدروا يجيبوا لي طفل واحد في هذا العالم يقول على زوج والدته انه كان فخما مفخما، او يجيبوا لي واحدة تقول على بنت جوزها، او واحد يقول على بنت مراته كانت اشبه الناس برسول الله وجها. السيدة عائشة بتنقل لنا صورة تصويرية تقول: ما رأيت أحدا أشبه وجها ولا سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت عليه قام لها. مش غيرانة ولا إيه؟ لا مش غيرانة، دي فرحانة، وبتوصف الحب ده انها هي اللي بترويه، بتحكي لنا قصة الحب بين اب وبنته، تقول ايه: وكانت اذا دخلت عليه قام لها. وبعدين السقامة لها ده مش واحد زي حالتنا احنا كده، اللي بيقوم لها ده بيتقام له جلال الكون. وكانت اذا دخلت عليه قام لها وقبلها بين عينيها وأجلسها إلى جواره. مين اللي بيحكي الكلام ده يا أولاد؟ نقدر نسمع الكلام ده من واحدة عن بنت جوزها؟ صعب. احنا كتير بنتجرع على حدود ربنا، كتير بنبكي اليتامى ونرجع نقول جالنا مرض مستعصي، لعلها صرخة يتيم، لعلها دمعة يتيم ألمتك هذا الألم. استغفر كتير وتوب إلى الله كتير، نرجع للناس اللي بنظلمها وناكل حقوقها.